صحة شعرك تبدأ من صحة جسمك. النهاردة هكلمك عن أهم العناصر الغذائية اللي شعرك محتاجها والأكل اللي بيحتوي على العناصر دي. أولاً جسمك محتاج لبروتين. البيض مصدر هايل للبروتين. البروتين مسؤول عن تكوين الكيراتين اللي بيكون نسبة كبيرة من خلايا الشعر. الفراولة والتوت بكل أنواعه فيهم مضادات أكسدة وفيتامين سي اللي مسؤول عن إفراز الكولاجين. أما بالنسبة للسمك فهو مصدر أساسي للأوميجا 3. الأوميجا 3 مسؤول عن كثافة الشعر وعدم التساقط. الأفوكادو والمكسرات زي اللوز فيهم فيتامين A وفيتامين E وأحماض زهنية وزنك، وكل العناصر دي ليها علاقة مباشرة بنمو الشعر. أما بالنسبة للخضروات الورقية زي السبانخ والجرجير والبقدونس فهما بيحتووا على أهم عناصر محتاجها الشعر، وهي الفوليك أسيد وفيتامين سي وفيتامين A اللي مسؤول عن إفراز الزيوت الطبيعية المفيدة للشعر. هقول لكم دلوقتي على وصفة العصير الأخضر أو الجرين جوس. العصير الأخضر بيحتوي على عناصر مهمة جدا للشعر، ولو اتعودتي إنك تشربيه باستمرار هتحسي بنتيجة هايلة مع شعرك. هنحتاج بقدونس وجرجير وسبانخ، وهنزودهم مية وهنخلطهم بالشكل ده. طبعا مش اي حد هيتقبل طعم العصير ده، عشان كده ممكن نحط ليمون وقرفة وجنزبيل عشان يدوله طعم. وبعدين هتصفي العصير كويس قوي قبل ما تشربيه وتعودي تشربيه كل يوم على الفطار. الشعر السليم في الجسم السليم. ياريت تكونوا استفدتوا من الفيديو، ولو عندكم اي اسئلة اكتبولي في الكومنتس. ما تنسوش تعملوا لايك وشير وفولو على انستجرام ويوتيوب وعلى موقعنا الوصفة.com.